عاجل على القنوات الفضائية، قناة الدنيا وسما الإخبارية، من دار الأوبرا البث المباشر بتسخير الأقمار الاصطناعية، عنوان القصيدة خطاب الرئيس برعاية الصابونة الأهلية، عنوان القصيدة خطاب الرئيس برعاية الصابونة الأهلية، الحمار ينهق والكلاب تنبح، تعزف على الكدان سيمفونية هو هو أو عو عو، يا شبيحة يا راضعين الذل والعبودية، حليب الأتان بدرة أنيسة، غبن ومهانة ومن حبك جية، وشر الدواب عند الله البكمة، ياكوت تصفيق ودبي شعبية، كومبارس بشار وهوايش هطه الطبقة الأصل والنسخة الأصلية، كومبارس بشار وهوايش هطهط طبق الأصل والنسخة الأصلية، كل الحضور نسوة أو ما شابه، لأن الرجال الحاضرة مخصية، شوفوا الخطاب وأذعنوا يا عالم، خطاب يعكس حالة النفسية، يتبع معمر فالساحة الخضراء، خطاب عاجل كل ساعة وشوية، مرات يسأل يا شعب من أنتم، ومرات يسأل الثورة وش هي، ومرات يتهم شعب بعمالة، ومرات بجماعات تكفيرية وجراثيم ومندسين وعصابة مسلحة بأجندة خارجية. إليكم نبذ عن خطاب الرئيس وشلون ضيع نص الأبجدية، إليكم نبذ عن خطاب الرئيس وشلون ضيع نص الأبجدية، ثورية سوف تقاوم المستعمر، تتصدى للمؤامرة الكونية، وتلاحق المسلحين بجيش، جيش البواثل والقوى الأمنية، وسنسحق المندس والمتآمر مع الجهات الصهيو أمريكية. بطلع عن الموضوع طلعت عاتب على زعماء الأردن وتركيا، أطفالنا في الزعتري وفي كل سماتوا بأنفلونزا والبردية. سؤالي والسؤال يطرح نفسه، ليش العرب مواقفهم ردية، من يوم ما هب الربيع ونسنس وتفتحت أزهاره في سوريا، توحدوا الحكام ضد الثورة بوأد الربيع العربي والحرية. تاري الجواب في الحقيقة موحد، كل حاكم خايف على كرسية، من بعد الأسد يا المالك تململ، هذه العراق وندك أغلبية، فيها نهاية مشروعك الصفوي ودحر الفرس والخطة الشيعية. من بعد الأسد يا المالك تململ، هذه العراق وندك أغلبية، فيها نهاية مشروعك الصفوي ودحر الفرس والخطة الشيعية، ومن ثم نرحل للجنوب الغربي إلى الجزائر والثورة حتمية، ومعمر ينادي لأبو تفليقة تعال جاورني وخفف علي، ومعمر ينادي لأبو تفليقة تعال جاورني وخفف علي، شعب الجزائر من صميم الثورة، لأن الجزائر ثورة تاريخية، ترى الشعوب انعزمت على الثورة ما تحسب حساب القوى القمعية، ترى الشعوب انعزمت على الثورة ما تحسب حساب القوى القمعية والحكومات اللي تحارب ثورة، بالله إنها موهومة وغبية.